اقترح السياسيون في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إجبار اللاجئين العاطلين عن العمل في ألمانيا على العمل غير المأجور لقاء المساعدات الاجتماعية التي يتلقونها ولتغطية النقص الذي تعاني منه بعض القطاعات في البلاد، ما أثار موجة انتقادات من أحزاب الحكومة وجمعيات حقوقية. خمسمائة وسبعة وثمانون ألف لاجئا في ألمانيا قادرون على العمل لكنهم لا يعملون ويتلقون مساعدات اجتماعية بمجموع قدره 436 مليون يورو شهريا. أثارت هذه الأرقام الصادرة عن وكالة التوظيف الاتحادية حفيظة سياسيين في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فاقترحوا إجبار اللاجئين العاطلين عن العمل على العمل التطوعي غير المأجور. الصعوبة الأكبر هي نقص بالدعم من طرف الدولة وليس تقصير من طرف اللاجئين. بالمقام الأول وأهم شيء هو الاعتراف بالشهادات. في عنا نسبة كبيرة من السوريين والسوريات عم يجوا على ألمانيا بخبرات كتير كبيرة، ولكن عم يتم توجيههم لمجالات هي مانا مجالاتهم، مثل العمل بالمخازن أو العمل بأماكن أخرى ما بتتناسب مع مؤهلاتهم. بالمقام الثاني الدعم من مكتب العمل. مكتب العمل ما عم يقدم استشارات وافية لهادون الأشخاص، وعم يكون الاستشارة مبنية على حاجة سوق العمل القصوى، يعني عم يكون بمجال الرعاية الصحية للمسنين أو مجالات تانية، فعم يكون الاستشارة محصورة بهذا المجال. المرتبة الأخيرة عم يكون الاحتياجات الفردية للأشخاص، سواء من دعم نفسي لأشخاص معهم متلازمة بعد الصدمة أو احتياجات أخرى ما عم تتغطى من قبل الحكومة. لم يقتصر الأمر على التصريحات فحسب، بل إنه بات في طريقه للتطبيق في مقاطعة باد فوتنبرغ، وقد يمتد إلى مقاطعات أخرى يديرها حزب الاتحاد المسيحي المعارض حاليا والساعي إلى العودة إلى الحكومة في الانتخابات المقبلة. نحن بالوقت الحاضر بجو متطرف بالسياسة الألمانية، في عنا حزب بديل الألماني عم يزيد أرقامه، وحزب الاتحاد المسيحي عم يفوت مواضيع بالنسبة لموضوع اللاجئين وبالنسبة لموضوع الأجانب أجمالا بألمانيا. هو أجمالا موضوع تطرفي قاسي تجاه الأجانب وتجاه اللاجئين كمجموعة، فنحن بنعد هذا المطالب تمييز عنصري. ما شفنا الاتحاد المسيحي بحياته طلب بخص الشعب الألماني كله، لأن أرقام الأربيتسلوس يعني الأشخاص قاعدين من دون عمل هن أكتريتهم ألمان من الأصل ألمان. لما حدا بده يصرح هيك قوانين يا أما بيكونوا على الكل يا أما نحن بنعدهم لما يكونوا على مجموعة معينة، هيدول قوانين متطرفين عنصريين. يشكل السوريون بواقع 321 ألفاً النسبة الأكبر من اللاجئين العاطلين عن العمل في ألمانيا، ولا شك أن بعضهم يرفض العمل أو يفضل العمل الأسود، لكن خبراء اندماج يرون أن هذه الأرقام تبقى مقبولة بالنسبة إلى جالية بات عددها يناهز المليون ولم يمضي على وجودها بضع سنوات في البلاد. يرى البعض في مثل هذه التصريحات لعبا على الأرقام، إذ أنها تنطلق من مغالطة تفترض أن كل اللاجئين وصلوا إلى ألمانيا في العام 2015، ويتجاهل أصحابها حقيقة أن مئات آلاف اللاجئين لم يمضي على وجودهم فيها ما يكفي لانخراطهم في سوق العمل. بشير أحمد، تلفزيون سوريا، دورتموند، ألمانيا. ونرحب بضيفنا جميل علي، عضو منظمة ترين أوف هوب واستشاري اندماج، معنا من دورتموند عبر السكايب. مرحبا بك سيد جميل. اعتراضات كثيرة صدرت من سياسيين احتجاجا على بقاء اللاجئين على المعونات الاجتماعية، لو توضح لنا أكثر ما الذي حصل؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، شكرا على الدعوة. بالبداية اسمي أصلاً. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بالبداية بدي أقول أنه هذه التصريحات مبنية على مجموعة مغالطات كبيرة. مثل ما مذكور بالتقرير، الرقم اللي انذكر بنسبة العاطلين عن العمل من أصول سورية أو أفغانية أو من أصول مهاجرة أخرى هو
ما بياخذ بعين الاعتبار الفتره الموجودين فيها هذول المهاجرين. هي محاوله سياسيه للعب على الارقام، وللاسف محاوله محزنه جدا لكسب اصوات محافظه اكثر من الحزب الديمقراطي المسيحي. في عنا مجموعة نقاط يجب العمل عليها من قبل الحكومة الألمانية لتخطي هذه العقبة. بالدرجة الأولى الاعتراف بالشهادات والخبرات الخارجية اللي جايبينها مع المهاجرين سواء سوريين أو غير جنسيات. في عنا نسبة كبيرة من الأشخاص الجايين محاميين ومعلمين ومهندسين قادرين يقدموا كثير ويعبوا شواغر بألمانيا، شواغر مطلوبة، ولكن التركيز عم يكون على عدم الاعتراف بهذه الشهادات أو تعقيد الطريق للاعتراف بهذه الشهادات وتوجيههم لمجالات أخرى مثل الرعاية الصحية للمسنين أو مجالات أخرى بمجالات ما بتتناسب لا مع خبراتهم ولا مع وضعهم العام. بالإضافة لهيك في مشاكل فردية للأشخاص، ولكن بالشكل الأساسي هو تقصير من الدولة الحكومة الألمانية خلينا نقول بدمج الوافدين الحديثين بسوق العمل. طيب تحدثتم أن هناك تقصير من الدولة وليس اللاجئين من ناحية الاعتراف بالشهادات وتوفير الفرص، كيف يتجلى التقصير أيضا؟ خلال الاستشارة الأولى، خلال التسجيل بمكتب العمل بالجوب سنتر، نوع الاستشارة المقدمة هي ما لها استشارة وافية، في تقصير من قبل الموظفين، في مشاكل بيروقراطية بالأوراق، بالإضافة للدورات التأهيل اللي هي شيء كتير أساسي لشخص جاي من مجتمع آخر من سوق عمل مختلف خلينا نقول ليصير عنده مجموعة خبرات ومعارف بهذا السوق العمل الجديد. صارت هيدي دورات التأهيل اللي عم يتم إرسال الوافدين الجدد عليها مدعاة للخوف من قبل هذول الوافدين، ما يسمى بالماسنامة، وعم يكون إرساله لهذه الدورات الهدف الأساسي منه هو أكيد أنه يكون في عندهم خبرات جديدة، ولكن ما عم يأخذوا هيدي الخبرات خلال هذه الدورة اللي عم يروحوا عليها. طيب أين دور مكتب العمل مما يجري؟ لماذا لا يكون له دور فاعل في مساعدة اللاجئين مثلا؟ دور مكتب العمل بشكل أساسي مبني على التوجه السياسي خلينا نقول، في توجهات سياسية حسب المدينة والمقاطعة بتلعب دور بمدى استعداد مكتب العمل على دعم اللاجئين، بالإضافة للتعديل القوانين العامة. أنا بتخيل بشكل أساسي نحن عندنا مشكلة بالقانون وليس مشكلة بالتنفيذ، تم تغيير قانون الدعم المجتمعي للعاطلين عن العمل وكان تغيير شكلي لا أكثر ولا أقل، ما استفاد منه لا المهاجرين ولا الألمان بحد ذاتهم العاطلين عن العمل، فما عمل أي تأثير إيجابي بالسوية. للأسف عم يكون هون التركيز على الوافدين الجدد، على المهاجرين، على السوريين. إذا قارنا الحالة السورية بالحالة الأوكرانية والإخوة الأوكران اللي وصلوا على ألمانيا بنشوف اختلاف كبير بالمعاملة واختلاف كبير بوسائل الدعم، أمر محزن جدا. اختلاف كبير بوسائل دعم، كيف؟ هل هذا الأمر ملموس؟ خلينا ناخذ التصريح هذا بحد ذاته واللي ما تطرق بأي ناحية على إخوتنا الأوكران اللي كانوا اللي وصلوا وصار لهم هلا سنتين وفي كثير منهم صار معهم اللغة وما تم دفعهم لأنه يبلشوا بأعمال. الدعوة لإجبار اللاجئين على العمل بشكل مجاني صارت من قبل عن طريق أعمال اليورو الواحد، كان في مجموعة من هو بشكل مجاني كان، يعني هم يريدون للاجئ أن يعمل مقابل لا شيء هكذا؟ يعني هل هذا مسموح قانونا بالأساس؟ عزيزي بشكل أساسي هي دعوات غير جادة. أنا بتخيل بشكل أساسي اللي عامل هيدي الدعوات ما بيعرف بالضبط شو قصد فيها، ولكن هي محاولة سياسية بحتة لكسب أصوات بالفترة القادمة. هذا الحكي شفناه ما بس بالمجال طبعا القانون غير مقبول، يعني حتى يكون اللاجئ مرتاح القانون يحميه تماما. نعم، فما في أي إمكانية لتنفيذ هيك أقوال وهيك دعوات، هي نفخ أبواق بس لجذب انتباه لجذب أصوات للفترة الانتخابية القادمة. طيب هل هذه المطالب يمكن اعتبارها بمثابة التمييز العنصري ضد اللاجئين؟
نعم، في عن في في فينا نشوفها بهذا المنحى، وهذا هيدي إشكالية عم نشتغل عليها من فترة منيحة بأكثر من مجال، سواء بعملنا نحن كترين أوف هوب أو أي جمعيات سورية وغير سورية أخرى عم تشتغل لمساعدة اللاجئين وتمكينه. في عنصرية مؤسساتية عم تظهر للأسف بشكل أوضح وأوضح مع السنين. الحالة عنصرية مؤسساتية كيف؟ هل يمكن إيضاح هذه الجملة لو سمحت؟ عنصرية مؤسساتية بالتمييز بين اللاجئين بناء على هويتهم، بناء على لون بشرتهم، بناء على شكلهم الخارجي، على انتمائهم الديني. خلينا ببعض الأحيان في عنا كثير مدرسين من أول ما وصلوا على ألمانيا كانوا حابين يتعلموا اللغة بأسرع وقت ممكن وينخرطوا ويرجعوا على المدارس ويساهموا بالتدريس. طيب الكثير منهم يعني كما هو معروف خاصة اللاجئين السوريين أو حتى لاجئين من دول الشرق الأوسط يمتلكون كفاءة عالية يحق لهم الدخول في المؤسسات والترقي بها والحصول على مكافآت، هم يتعرضون لتمييز، يحرمون من كل هذا، ليس كذلك؟ بين تركيا وأوروبا نحن كجالية سورية من الجاليات الخارقة. الإنجازات اللي عملتها الجالية السورية بالفترة الأخيرة بفترة كثير قصيرة لا تقارن بتخيل بأي جالية أخرى من ناحية سرعة الاندماج والعمل لأجل المجتمع المضيف وللمجتمع الجديد والموطن الجديد اللي الموطن الثاني خلينا نقول. ومع ذلك لا فائدة؟ ومع ذلك لا فائدة؟ يعني يواجهون صعوبة أقصد بالدخول إلى المؤسسات والترقي بها. في صعوبة أكيد، ولكن في تأطير وتركيز على السلبيات. أنا ما عم ألغي إنه في أشخاص لساتهم عم ياخذوا مساعدات عطالة عمل، لساتهم على الجوب سنتر، لساتهم بمراكز البحث عن عمل، وفي أسباب كثيرة لإلهم. في أشخاص طلعوا من حالات نفسية كتير سيئة، في ناس عندهم متلازمة بعد الصدمة، في ناس ما قادرين بسرعة بسبب العمر بسبب الخلفية التعليمية إنهم يتعلموا اللغة بنفس السرعة. عم يتم التركيز على حالات عندها تحديات أكبر وتأطيرها بصورة سلبية، هو استخدام سياسي. نعم. بحث لا أكثر ولا أقل. أشكرك كثيرا جميل عليو، عضو منظمة ترين أوف هوب واستشاري اندماج، كنت معنا عبر السكايب. قصة لاجئ سوري مهدد بالترحيل من الدنمارك، هذا ما سنتوقف عنده في ملفنا الأخير.